نبدأ جولتنا الإخبارية الليلة من سيناء. القوات المسلحة بتعمل تجري تمشيط في موقع انفجار منطقة العجرة جنوبي رفح للوقوف على أسباب هذا الانفجار. عناصر القوات المسلحة تقوم حاليا بعملية تمشيط للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار الواقع في منطقة العجرة جنوبي رفح، وجاري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات بواسطة العناصر المتخصصة للوقوف على أسباب هذا الحادث. المتحدث الرسمي العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي قال أنه في تمام الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم الموافق من عصر اليوم تم سماع صوت انفجارين بين علامتين دوليتين أرقام 10 و11 غرب خط الحدود الدولية بمسافة 3 كيلومتر بمنطقة العجرة. وأضاف أن عناصر القوات المسلحة بتقوم حاليا بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الانفجار، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات بواسطة العناصر المتخصصة للوقوف على أسباب الحادث. من ناحية تانية، شهود عيان في منطقة العجرة في رفح في هذه المنطقة الحدودية في محافظة شمال سيناء قالوا أن ما لا يقل عن 5 أشخاص من الجهاديين لقوا مصرعهم نتيجة هذا الانفجار اللي وقع في وقت سابق مساء اليوم في هذه المنطقة. الشهود العيان أيضا ومصادر أخرى أكدت أن الانفجار كان نتيجة تدمير منصة بدائية لإطلاق صواريخ كانت معدة لتوجيهها إلى داخل إسرائيل، ولكن القول الفصل سيأتي بعد عملية التمشيط اللي بتقوم بها القوات المسلحة من خلال متخصصين في هذا المجال للوقوف على تفاصيل وأسباب هذا الانفجار. معنا مراسل النيل من رفح محمد عبد النبي. محمد، يعني ما هي آخر تطورات الموقف فيما يتعلق بانفجار منطقة العجرة جنوب رفح؟ نعم، شهود العيان الأقوال هنا في شمال سيناء أقوال متقاربة، فذكر بعض شهود العيان في منطقة العجرة جنوب مدينة رفح لأنه حدث انفجار قوي عصر اليوم بالقرب من العلامتين 10 و11 والتي تبعد عنها الحدود الدولية مع الجانب الإسرائيلي الآخر حوالي 3 كيلو تقريبا، وهذا ما تلقته بعض الوسائل الإسرائيلية والفلسطينية حول محاولة إقامة عدد 5 أفراد من الجماعات المسلحة إقامة منصة لإطلاق صواريخ على الجانب الإسرائيلي الآخر. للسادة المشاهدين صوت مراسلنا مراسل النيل في سيناء محمد عبد النبي، هل صوت التشويش في هذه المكالمة وصل للسادة المشاهدين أم أنه وصل لنا إحنا فقط؟ في الطريق الآن وربما يكون الصوت غير واضح، لكن نحاول سويا يعني توصيل الصوت للسادة المشاهدين. كما قلت تضاربت أقوال شهود العيان، فهناك من ذكر أن هناك 5 أشخاص من الجماعات الإسلامية أو الجماعات المسلحة الجهادية أطلق عليهم أحد الصواريخ من إحدى الطائرات بدون طيارة طائرات إسرائيلية. ربما شهود عيان آخرون قالوا بأنه لم يقل على 5 مرات. بالأسف يعني لقطع هذه المكالمة لأنه في رداءة في الصوت، لكن هنحاول طبعا نكلمك مرة أخرى لما يكون الصوت أحسن من كده. بينضم لنا عبر الهاتف أيضا بخصوص هذا الموضوع، هذا الانفجار اللي وقع في سيناء اليوم في رفح في وقت سابق مساء اليوم، بينضم لنا عبر الهاتف سيد اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي. السيد اللواء بعد التحية وكل عام وحضرتك بخير. يا ترى كيف ترى هذا الانفجار وما تحليلك المبدئي للموقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتنا لحضراتكم كل سنة وحضراتكم ومصر والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. حضرتك زي ما ذكرت المعلومات المتواصلة منطقة المحتاشة ومنطقة العجرة هناك في احتمالين أو قولان. الحقيقة أنا أشجع الثاني، الأولاني أمشي بمعلومات حتى أن في طيارة تعدت الحدود المصرية، هذا لم يحدث. حتى الطيارة بدون طيار من الصعب جدا أنها تستخدم في النواحي القتالية، ولكنه ممكن، يعني ده ممكن بتوجيه وكمبيوتر ومكان مبرمج، والطيارة بتطلع وتضرب الصواريخ من مكان محدد على أساس أن الكلام كله من الجانب الإسرائيلي، وده يعني مش
قول آخر بيقول إن في من عندنا هذا ما لم يقوله المتحدث العسكري، وبالتالي ما أودش إن أنا أكون متناقض معاه، إن كان في برية من القوات المسلحة هي من قامت بتدمير المنصة في الخمس صواريخ، وكان في يعني أحد القتلى الأخيرين كان بإيد المفجر، وده تم تفجير الصواريخ في المنطقة وراح ضحيتها الخمسة اللي موجودين. اللي يشاع هل هم من التكفيريين في سيناء أم من بعض المتسربين من قطاع غزة؟ هذا لم يؤكد حتى الآن. طب أستاذ اللواء محمود زهر، إيه نتائج كل من كل تحليل أو كل سيناريو من اللي حضرتك ذكرتهم دلوقتي؟ أولا يعني حتى أن طيارة بدون طيار من الجانب الإسرائيلي تقوم وتتصرف ويحصل القذف في حوالي 3 كيلو من الأرض المصرية، هذا بيبقى غير وارد لسبب بسيط، أن الطيارة لما تقترب من الحدود المصرية بمسافات معينة وهي داخل الحدود الفلسطينية أو الإسرائيلية بتكون واضحة بالنسبة للرادارات عندنا، ولو تدخلت زيادة عن كده معروف عسكريا أن في أوامر سواء ساحلية أو جوية أو أرضية الاقتراب من الحدود لحدود محددة بيبقى في تعامل معها بأمر مباشر مطروح في القوات المسلحة عموما. وبالتالي هنا يطرح سؤال، هل الطيارة بدون طيارة لو صح هذا القول كان في تنسيق بينها وبين القوات المصرية؟ لا أعتقد ده، لأن طالما أن حاجة داخل الحدود المصرية احنا لا نسمح الا التعامل معها من خلال قواتنا. وبالتالي يصبح الامر هل قواتنا فعلا اللي قامت بتدمير هذه المنصات الخمسة؟ هو ده اللي انا ارجحه، ولكن هي معلومات غير مؤكدة بالنسبة. انا ارجحه ولكن غير مؤكدة. شكرا جزيلا لك السيد اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات المبدئية عن الموقف في سيناء والاحتمالات المختلفة والسيناريوهات المختلفة لتفسير الانفجار الذي وقع في وقت سابق من مساء اليوم في منطقة حدودية في رفح. طيب خبرنا تاني عن الرئيس الامريكي باراك اوباما اللي بعث برقية تهنئة الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بمناسبة عيد الفطر، ومعنا على الهاتف الاستاذ عزت ابراهيم مدير مكتب جريدة الاهرام بواشنطن سابقا. مساء الخير يا استاذ عزت. مساء الخير استاذ شريف، اهلا بحضرتك. وحضرتك طيب، ما هي الدلالات اللي بتحملها هذه البرقيه من الرئيس الامريكي الى الرئيس عدلي منصور، خاصه في ظل طبعا ما يشوب العلاقات من توتر عقب تصريحات هنا وهناك لنواب في الكونغرس الامريكي مثل تصريحات جون ماكين؟ انا اعتقد انه يجب قراءه البرقيه في السياق الطبيعي للعلاقات المصريه الامريكيه، أنه العلاقات المصرية الأمريكية بتسير على منهج التحسن في بعد الثورة الشعبية في 30/6. هناك أمور تدار على المستوى القيادات الكبرى في الولايات المتحدة ليست مجالها المزايدة على العلاقات المصرية الأمريكية، بمعنى أنه الرئيس الأمريكي هذه رسالة بروتوكولية مثلما قال المستشار الإعلامي للرئاسة الأستاذ أحمد البستاميني، انه سبقتها برقية اخرى يوم 23 يوليو بمناسبة عيد الثورة المصرية. هذه هي البرقية البروتوكولية الثانية، وبالتالي لا يمكن البناء عليها، ولكنها تعطي اشارة الى انه العلاقات تسير على نحو جيد. التوتر ربما يكون الرئيس الامريكي او الادارة الامريكية قد ابتعدت عن ما قاله جون ماكين بخصوص انه ما قاله في القاهره من انه كان انقلابا، ولكن في الوقت نفسه كل التصريحات من الاداره الامريكيه بتوحي او بتعطي ملمحا واضحا على انه الاداره الامريكيه تتفهم يوما بعد يوم ما يحدث في مصر على انه كانت ثوره شعبيه ضد النظام السابق الفاشل، وبالتالي هناك عمليه تطبيع جديده في العلاقات بالقطع يشوبها بعض القلق، يشوبها كثير من المناورات. الإدارة الأمريكية بالتأكيد في حالة من القلق من غياب العنصر أو جماعة الإخوان عن السلطة في مصر، لأنها عملت لمدة عام كامل على تطوير هذه العلاقة، كانت ترى كل مراكز الأبحاث الأمريكية
ومراكز الاستخبارات وغيره في الولايات المتحدة كانوا بينظروا إلى الإخوان المسلمين على أنهم رصيد المستقبل. طيب يعني هل الإدارة الأمريكية الآن يعني عندما ترسل هذه البرقية اللي حضرتك وصفتها ببرقية بروتوكولية ثانية وليست أولى، وأن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت كثيرا في علاقاتها مع الإخوان خلال العام المنصرم، طيب يعني أيضا التصريحات الأمريكية تخرج في إطار أنه يجب إدماج الإخوان في العملية السياسية، يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وهم ليسوا معتقلين سياسيين ولكنهم محبوسين على ذمة جرائم جنائية، يعني هل ما زالت الولايات المتحدة تصر على وجود الإخوان في العملية السياسية الآن في مصر؟ يعني أنا أستطيع أن من قراية كل التصريحات الأمريكية منذ يوم قبل 30/6 لحتى هذه اللحظة بتجد أن هناك الإدارة تحاول أن توجد طريق وسط تسير فيه، هي لا تتحدث عن إطلاق سراح معتقلين في التصريحات الرسمية سواء من الخارجية أو البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي لم يدلي بدلوه على الهواء في أي تصريح صحفي إلا مرة واحدة فقط في أثناء زيارته لنيجيريا. اليوم كان لديه مؤتمر صحفي قبل أن يخرج إلى الأجازة السنوية ولم تحدث عن مصر، تحدث قليلا عن بنغازي وعن الوضع في المنطقة العربية لكنه لم يتطرق إلى مصر. هذه الأمور معناها أنه يريد أن يبتعد عن الجدل الداخلي لأنه يعلم علم اليقين أنه أي تدخل أمريكي بتصريحات تثير غضب الجيش المصري، تثير غضب الجموع التي خرجت لتغيير النظام، ربما ستنعكس سلبا أكثر وأكثر على الولايات المتحدة. ناحية الثانية زي ما حضرتك شايف أنه بيسيبوا لي جون ماكين وبيسيبوا لي بعض الغير فاعلين داخل الإدارة أو غير المسؤولين بشكل مباشر في الإدارة مهمة إطلاق التصريحات المتشددة، هي لعبة شد حبل بين الإدارة وتبدو أمامنا أنها متشددة ولكنها في نفس الوقت تحاول أن توازن العلاقات من أجل مصلحتها. شكرا لك على هذا التوضيح، أشكرك أستاذ عزة إبراهيم مدير مكتب الأهرام في واشنطن سابقا. إذن مشاهدينا الكرام الآن نقوم بجولة صغيرة أو قصيرة في بعض المحافظات المصرية لنطالع بعض الأخبار. نبدأ من محافظة الفيوم حيث هناك وقعت مناوشات بين قوات الشرطة ومؤيدي الإخوان أمام مديرية أمن الفيوم. المناوشات دي وقعت أثناء مرور مسيرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مديرية الأمن بمدينة الفيوم، وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية اللي هو المؤيد لمحمد مرسي، هذا التحالف في محافظة الفيوم كان دعا لخروج 4 مسيرات عقب صلاة الجمعة النهاردة، وعندما اقتربت المسيرة من مديرية الأمن وقعت هذه الاشتباكات مع القوات المكلفة بتأمين المديرية وتم إطلاق قنابل مسيلة للدموع وسمع أيضا دوي إطلاق أعيرة نارية. معانا من محافظة الفيوم مراسلنا هناك منتصر نضر. منتصر، بعد التحية، يعني كيف وقعت هذه الاشتباكات اليوم وما هل أسفرت عن أي ضحايا؟ بعد التحية الرئيس المعزول وقوات الأمن، وكانت قد قربت 4 مسيرات من 4 مساجد هم مسجد أشبان المسلمين ومسجد الرماد ومسجد عبد الله وهبة ومسجد المعلمين، وجدت هذه المسيرات شوارع ومدن الفيوم، ثم فجأة عقب ذلك وهذا الجديد اليوم ان هذه المسيرات تتجه الى مديرية امن الفيوم، وبالفعل قامت حدث تراشق بالحجارة بين قوات امن المديرية وبين المتظاهرين، ثم تطورت الى حدوث سماع أصوات الخرطوش، ثم قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين، وقال شهود عيان أنهم سمعوا صوت عيارة خرطوش صادرة من الجانبين، من أي جانب لا يعرف حتى الآن. بس هل كان في ضحايا منتصر؟ بالفعل حصيلة الاشتباكات اليوم هم 7 إصابات، منهم ضابط شرطة وطيب
بحالة اشتباه كسر في الساعد الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم. نعم. وتم الإسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة له وخرج. وهناك سيدة أيضا أصيبت بحالة اختناق سيدة نتيجة الغاز المسيل وخرجت أيضا، وأربعة مدنيين كانوا مشاركين في هذه المظاهرة أصيبوا بإصابات خرطوش سطحي، إصابات خرطوش سطحي، وتم إسعافهم بالمستشفى الفيوم العام، وتم خروجهم حتى الآن. وكان هذا آخر تصريح لوكيل وزارة الصحة بالفيوم منذ حوالي ربع ساعة. شكرا جزيلا لك منتصر نظر مراسل النيل في محافظة الفيوم. طيب، أيضا مشادات حصلت بين أنصار المعزول والمواطنين في الغربية النهاردة، يعني ده حصل أصلا بعد ما كان في مسيرات ومصلين في ثلاثة مساجد بمدينة المحلة بمحافظة الغربية بعد قيام عدد من شباب الإخوان بتوزيع منشورات مناهضة للجيش. كان شباب الإخوان أيضا قاموا بتوزيع هذه المنشورات المناهضة بعد صلاة الجمعة، واشتبك طبعا معهم المصلين، تم تمزيق المنشورات، وقام مجموعة من الأهالي باحتواء الموقف. حد معانا على الهاتف؟ انا اللواء حاتم عثمان بالامن. اهلا يا فندم، اهلا سياده اللواء. يعني عايزين نعرف من حضرتك يعني اخر ما وصلت اليه الاشتباكات بين الاهالي ومؤيدي الرئيس المعزول. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك صحيح الموقف كان بعد صلاه الجمعه النهارده في حوالي 200 من اللي بيؤيدوا الرئيس المعزول وموجودين في قرية ما قرية قرنشو تبع بسيون، مش قرية قرنشو مركز بسيون. ايوه. كانوا خارجين بعد صلاة الجمعة، حصل اشتباكات بينهم وبين تراشق بينهم وبين حوالي 500 من المؤيدين اللي هم ضد الرئيس السابق والمواطنين اللي هم مؤيدين لثورة 30 يونيو. حصل تراشق بالحجارة بينهم وتدخل فعلا بعض الاوقلاء وبعض الاهالي وانتقلت القوات. الموضوع استغرق حوالي نص ساعه قدام انصراف المؤيدين لرئيس المعزول قبل وصول القوات مباشره، وتم السيطره على الموقف والامور هاديه تماما وانتهت الامور بسلام طوال اليوم. وحاليا دلوقتي في قريه الرانشو في حوالي 2000 مؤيدين لثوره 30 يونيو وضد الرئيس السابق موجودين في مسيره في قرية أرانشو من الأهالي من المواطنين، والأمور وإحنا متابعينها والأمور تسير تسير طبيعي وبهدوء، ونتمنى إن ما يحصلش صدام بين أي طرف وطرف آخر حفاظا على الأبناء وحفاظا على أرواح المواطنين جميعا أيا كان الخلاف اللي موجود داخل المنطقة. طيب، وطنطا يا سيادة اللواء هل حدث فيه أي شيء النهارده؟ لا الحمد لله لم يحدث في محافظة الغربية ولا في مدينة طنطا والمحلة ولا أي مدينة أخرى بالنسبة لصلاة الجمعة أو طوال اليوم. يعني الأمور هادية تحت السيطرة، ونتمنى أن الأمور تستمر هكذا وأن الجميع يسود إلى رشده ويحترم إرادة الشعب وإرادة المواطنين في التعبير عن الرأي، وأن الغالبية العظمى بتؤيد القيام بثورة 30 يونيو لإعادة إصلاح ما أفسده القائمين على النظام السابق. شكرا لك جزيلا اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية. في محافظة الشرقية أيضا كان هناك اشتباكات بين الأهالي ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في قرية منشأة أبو عمر في مركز الحسينية. مؤيدو الرئيس المعزول نظموا مسيرة طافت شوارع القرية للمطالبة بعودته، واستقرت أو وقفت في الآخر عند مركز الشرطة في القرية. المشاركون رددوا هتافات معادية للشرطة والجيش، فالأهالي اشتبكوا معاهم وتراشقوا بالطوب والحجارة، ونتج عن ذلك سقوط عدة مصابين. في قرية أخرى هي جزيرة صعود مركز الحسينية أيضا في محافظة الشرقية حدثت اشتباكات أثناء مسيرة للمؤيدين لمرسي، اللي وجهوا اللوم لبعض المعارضين لقيامهم بإذاعة أغنية تسلم الايادي، فتراشق الطرفان بطوب الحجاره ايضا. يعني تقريبا نفس السيناريو ونفس السيناريو او نفس الاحداث وقعت ايضا في مدينه اولاد صقر برضو في محافظه الشرقيه، واصيب بعض الاشخاص من
الجانبين. مراسلتنا أسماء عبد العظيم في الشرقية، أهلا يا أسماء، يعني يا ريت تدينا فكرة عن إيه تفاصيل الاشتباكات إضافة للتفاصيل اللي أنا قلتها، وهل هناك إصابات أو هل هناك أي تطورات أو تداعيات لهذه الاشتباكات اللي حصلت زي ما احنا شايفين في أكتر من قرية في الشرقية؟ لكن انا هبدا بمركز اولاد صقر، وهو يعني الذي شهد مشادات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المخلوع محمد مرسي. هذه الاشتباكات بدات عقب صلاه العيد امس، يعني نتج عنها وقوع اصابات من الجانبين. لم ينتهي الامر عند هذا، لانه كانت هناك مسيرات تجوب شوارع القريه من قبل انصار الرئيس المعزول، وكان ينضم اليها رئيس يعني رئيس مجلس مدينه هذا المركز، مما اثار حفيظه اهالي القريه، وهم قاموا يعني اليوم بغلق مركز اولاد صقر، وطالبوا باقاله رئيس المركز لانه خرج عن الحياديه والموضوعيه، وانه ليس من واجبه حتى لو كان له انتماء سياسي ان ينضم لتفاصيل ضد الاخر. بالنسبه للاحداث التي وقعت في يعني جزيرة سعود أو منشأة أبو عمر، هذه الأحداث يعني استمرت قليلا اليوم عقب صلاة الجمعة، ولكنها يعني قوات الأمن قامت بالسيطرة عليها والوضع هناك الآن آمن. لكن لا يبدو أن هناك أي اختلافات يعني جوهرية بين هذه الاشتباكات التي وقعت في مناطق متفرقة من محافظة الشرقية. شكرا جزيلا لك مراسلة النيل في الشرقية أسماء عبد العظيم. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن تحقيق قناة السويس اليوم لرقم قياسي في الحمولات اليومية العابرة للقناة، بلغت 4,800,000 طن نتيجة عبور 68 سفينة، بما يعد أعلى معدل يومي للحمولات العابرة. والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس معانا على الهاتف. مساء الخير يا سيادة الفريق. وحضرتك طيب. ويعني رقم قياسي جديد بتحققه قناة السويس النهاردة بهذه الحمولات العابرة لها، يعني تعليق حضرتك. والله النهاردة يعني يوم تاريخي بالنسبة لقناة السويس، كان في حدثين، عبور 68 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن، وده رقم يعني ضعف الأرقام اللي احنا بنسجلها يوميا. حاجة تانية، كان ضمن ال 68 سفينة أكبر سفينة حاويات في العالم، بأول رحلة لها جاية من الجنوب وطلع على الشمال، ودي حمولتها 18,270 حاوية، أقصى حاويات في السفن وصلت إلى 16,000 حاوية. دي أول حاوية 18,270. دي الحاوية الدنماركية ميرسك ماكيني مولا. وأنا طلعت عليها وعبرت بيها ومعايا مجموعة من السادة المديرين، واستقبلناهم استقبال حافل، والحقيقة كانت عايزة تدريب دقيق جدا وراقي جدا تم في السيميليتور بتاعنا والمرشدين اللي بيعبروا بيها، واتمرنوا على جميع الظروف وظروف الطرق اللي ممكن تتعرض لها السفينه اثناء العبور، وكان العبور سلس جدا. نعم. يوري قد ايه كفاءه المرشدين العاملين في قناه السويس. طيب انا بحيي الفريق العاملين. اتفضل. جميع العاملين في قناه السويس على هذا الانجاز الرائع، ودي رساله للعالم كله ان احنا قادرين على استيعاب كل الاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه من صناعه السفن، وخاصه سفن الحاويات. ان شاء الله ده بيصب في الدخل القومي المصري وبيزيد من الدخل القومي المصري. رساله ثانيه ان قناه السويس امنه، واهلا وسهلا بيهم، والقوات المسلحه الباسله بتامن قناه السويس وقوات الامن الداخلي، والحمد لله الرساله وصلت لجميع التوكيلات الملاحيه واصحاب السفن. شكرا جزيلا لك سيادة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات بخصوص الرقم القياسي اللي حققته قناة السويس في الحمولات اليومية العابرة للقناة، وشكرا على الإيضاحات أيضا بخصوص الرسائل اللي بتوصلها هذه أو هذا الإنجاز أو الرقم القياسي للداخل والخارج. معايير اختيار لجنة الـ50 لتعديل الدستور هنعرفها بعد موجز لأهم الأنباء مع زميلة إيمان منصور.